نحن أجانا تعليمات من أمين سر الساحة نكون في الجاهزية تحت أمرة القيادة السياسية لأي عمل عسكري في المخيم، ويتم مداهمة أي بيت يتواجد فيه، يعني ما محدد الوقت، أي مكان بيكون فيه وما عليه غطاء من حد وتسليمه للسلطات المعنية. قالوا خليل فينك اخوي انا زيكم اخوري حمودي اعلام مستعجل ان شاء الله بتنحل الازمه بدون مشاكل وبدون اطلاق نار وبدون اراقه دماء. يعني تتوقع حل بدون اراقه دم؟ ان شاء الله بعد 24 ساعه بتنحل الازمه وبيبان كل الامر. تصور انت، ما تصور، روح حطها خضرا على راسك يلا.